السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم أتتكم بلعبة مغامرات رهيبة جدا بها جرافيكس عالي وعالم مفتوح، سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. والمميز أيضا أنها تشتغل بدون إنترنت. نعم اللعبة أوفلاين، ولكن معظم الذين شغلوا هذه اللعبة لم يستطيعوا طريقة يعني لعبها لأن هنالك مشكل. عليك بطريقة حيلة سوف أريك إياها إن شاء الله هذا اليوم لكي تعرف طريقة تشغيل هذه اللعبة الرائعة، لأن معظم الذين حملوا اللعبة لم يستطيعوا تشغيلها أبدا، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفيديو سوف تستطيع تشغيل هذه اللعبة بكل سهولة. كل ما عليك فعله هو تحميل ملف اللعبة وأيضا بتحميل التطبيق، سوف تجد رابط تحميله أسفل الفيديو في موقع ميجا. تحميل ملف اللعبة سوف يظهر هذا الشكل، سوف أريكم الآن. كما تشاهدون سوف يظهر شكل ملف APK بدون فك الضغط، هو بحجم 510 ميجا. والملف الثاني هو عبارة عن ملف EPK وخاص بتطبيق أمازون أب ستور وبحجمه حوالي 14 ميجا. سوف نقوم أولا بتثبيت اللعبة بصفة عادية، نضغط على أنستال هكذا. بعد تثبيت اللعبة نضغط على دن، لا نقوم بفتح اللعبة حتى نقوم بتثبيت ملف الـ EPK الخاص بأب ستور هكذا. نضغط على أنستال وننتظر ثم تنتهي عملية التثبيت. وكل ما علينا فعله الآن هو الدخول إلى تطبيق أب ستور الذي حملناه من قبل وثبتناه. أب ستور هنا في الأعلى أظن، أب ستور كما تشاهدون نقوم بالدخول إليه هكذا ونقوم بالخروج. والآن سوف نقوم بالدخول إلى اللعبة على هذا الشكل، فقط أدخل إليه للمرة الأولى وأقوم بالخروج، نضغط على أوكي. وكما تشاهدون ها هي اللعبة الآن شغالة بدون أي مشاكل، وهذه هي الخدعة، عليكم فقط بالدخول إلى تطبيق أب ستور والخروج منه هكذا. كما تشاهدون اللعبة الآن شغالة، عليكم بعدم تشغيل الإنترنت، إذا قمتم بتشغيل الإنترنت لن تشتغل لكم اللعبة. نضغط على ستارت، كما تشاهدون اللعبة رائعة جدا. سوف أقوم بالزيادة قليلا في الصوت. اللعبة بها جرافيكس عالي للغاية وهي لعبة مغامرات وعالم مفتوح. الآن سوف نقوم بالدخول إليها بدون أي مشاكل، وهذه هي الخدعة، عليكم فقط بالدخول إلى تطبيق أب ستور والخروج منه والدخول إلى اللعبة مرة، وبعد ذلك تقومون بالدخول إلى اللعبة بصفة عادية كما تشاهدون هي. الآن سوف نقوم بالدخول إليها بصفة عادية هكذا. نضغط على يس إذا أردت مشاهدة التوتوريال، نضغط على سكيب التوتوريال ونقوم بالدخول إلى التوتوريال. كما تشاهدون ها هي اللعبة الآن شغالة بدون أي مشاكل. سوف أقوم بالزيادة في الصوت. اضغط مرة أخرى، سوف تقوم بالجري على هذا الشكل. كما تشاهدون صراحة اللعبة رهيبة للغاية،
شكرا لكم، سوف أكتفي بهذا القدر من اللعبة صراحة. اللعبة عالية الجودة، بها جرافيكس رائع وجميل أكثر أنها تشتغل بدون إنترنت. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه اللعبة وأيضا طريقة تشغيلها. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.